مرحبا، اليوم رح أحكي عن التول بوكس بـ Active Inspire. تول بوكس عادة بلاقيها ميلة اليمين، أول ما أقرب عليها ببين عندي 3 نقط فوق بعضهم. إذا كبست عليها ببين عندي Options بيسمحوا لي حدد مكان التول بوكس، بدي إياها Left شمال Right يمين وهي by default، Top من فوق Bottom من تحت، Floating Roll Up يعني بعملها Minimize، رح ألغي رول أب، وفي تحت رول إن اللي هي بتسمح لي بيّن آيكونز جديد وفيتشر جديد بتول بوكس. حتى هو 3 نقط في عندي هيدا الأرو هو نفس الرول أب تعامل مينيمايز للتول بوكس، وحده في عندي البن. البن تسمح لي ثبت التول بوكس أو خليها موفبل، يعني أنا لما بكون عم بشتغل بحيلا محل هون بتروح التول بوكس وبس عوزة بتقرب، إذا بدي ثبتها محل هيدي البار اللي هون فوق البن بكوس عليها وبتختفي البار وبتبين البن هون عم قلها تثبت محلها. كمان بقشع آيكون المنيو، إذا كبست عليها ببين عند الفايل Edit View Insert Tools وHelp، هو نفسه المنيو اللي بقشعه عالزاوية من فوق ميلة شمال. حد المنيو في عند البروفايل، البروفايل بيسمح لي بيّن شو هن الفيتشرز أو الآيكونز اللي بالتول بوكس الأكتر شي أنا بحاجة استعملهم حسب البروفايل تبعي. إذا كبست عليها بقشع مثلا Add the Board, Authoring, Languages, Mathematics وMedia، رح برجيكم بس البروفايل تبع الماثماتيكس. لاحظوا بهالبروفايل بين عندي الكمباس، بينت عندي الكالكوليتر، الاشياء الماثماتيك تيتشر اكتر شي بيستعملها. انا رح رد للاوثرينج. تحت المين منيو ايكون في عندي ايكون اسمها ديسكتوب انوتيت اللي هي السيركل الاحمر، اذا كبست عليها تخفي لي الورك بيج وبتخلي لي التول بوكس والبيج براوزر، وبتفتح لي الويندو اللي هي الديسكتوب تبعي شو أنا عم بشتغل على الديسكتوب. مثلاً هون أنا فاتحة ويب سايت prometheanware.com اللي هو منه بقدر أعمل داونلود لـ Active Inspire. أهمية هيدا الفيتشر إنه إذا أنا بدي أعمل annotation للديسكتوب تبعي للويندو الـ Active عندي على الديسكتوب، بقدر استخدم التولز من التول بوكس. مثلاً نقيت البن وهون بقدر أرسم وأعمل شو ما بدي، مثلا فيني حتى نقي هايلايت واجي اعمل هايلايت للاشياء اللي بدي اياها على الديسكتوب تبعي. تارجع على الورك بيج باكتف انسباير برجع بعمل كليك على الديسكتوب انوتيت وبتردني على الورك بيج. حدا في ايكون اسمها ديسكتوب تولز، كمان هيدا اذا كبستها تعمل لي مينيمايز لكل شيء، وببين عندي هون مثل ايكون بس قرب عليها دغري ببين عندي فيتشر جديد منه الاون سكرين كيبورد اذا بدي اياها تبين، راح سكرها. كمان عندي فيتشر تانية هي ريسورس لايبراري، بتفتح لي الريسورس لايبراري تبع بروميثيان على الانترنت. وكمان عندي Return to Flip Chart برجع مطرح ما أنا كنت موجودة. في عندي الكاميرا كمان اللي بتخليني صور ويندو كاملة أو صور freehand أنا أرسم له شو الشي اللي بدي صوره، أو كمان حسب point to point أو area snapshot أو capture from active view. أنا مثلا رح قل له freehand ورح أرسم له البارت اللي أنا بدي يصور لي إياه، وبقول له حط لي اياه بالكرنت بيج او نيو بيج او بالكليب بورد او بالريسورسز. انا رح اقول له خلي لي اياها بالكرنت بيج. كمان من التولز اللي بقشعهم هن في عندي المايكروفون تعمل ساوند ريكوردر، في عندي الكالكوليتر تاع اذا بدي احسب شيء، في عندي الدايس، وفي عندي الكلوك كرمال شوف الوقت والالارم، وعندي كمان التيكر تيب. وحدون في عندي سكرين ريكوردر، إذا أنا بدي سجل سكرين تبعي فيني نقي الاريا اللي بدي سجلها، وفيني أنا قل له أعمل لي ريكورد فول سكرين.
وآخر آيكون كمان بشوفها الإكسبرس بول، هي إذا أنا بدي أعمل بول للطلاب وأسأله. ترجع للفليب شارت تبعي، بتبص على الآيكون اللي اسمها Return to Flip Chart وبترجع بتوديني على الصفحة اللي أنا كنت فيها. ولاحظوا إنه كيف عامل لي كابتشر بالكاميرا للصورة اللي أنا رسمتها. تحت هيدي الايكون عندي two icons previous page و next page، اللي هني بخلوني اتنقل من page ل page ب flip chart. لاحظوا انه هلا انا عندي page واحدة وبقش على page one of one، بس انا فيني زيد pages، فيني بس اكبس على next page يكون عم بيزيد لي page قد ما بدي، وفيني كمان بقرب على البيج ببين عندي ثلاث نقاط هون بس اكبس عليها اللي insert page بقول لي before أو after أنا بحدد له. لكن البور navigation فيني اقول له previous، ولاحظوا كيف ببين عندي الهايلايت بالأورنج تقول لي إنه أنا عم بنقول من صفحة لصفحة، وأنا مثلا هلأ بالبيج number one، إذا كبست next ينتقل للبيج number two. كمان من الأشياء اللي بقدر أقشعها هن الألوان. الألوان هن بختارهم في حال مثلا أنا بدي أرسم بالقلم وبدي لون معين، بجي بختار لون معين، رح نقي الأزرق، رح أكتب هاي. تخن القلم فينا حدده بالضغط الموجودين هون من الرفيع على التخين، وفينا كمان تحتهم بالبن ويت هون كبر وصغير. ولاحظوا كيف ببين عندي نمبر، رح اختار لون تاني مثلا، رح اكتب هاي، شوفوا قدي تخنت الهاي بالويدز. كمان عندي الهايلايتر شفناها قبل، هي باي ديفول بتجي يلو، اعمل انا هايلايت لشي معين بدي اياه، وكمان فيني غير لها اللون تبع الهايلايت. تحتها في الإيريزر المحاية، لاحظوا المحاية بتمحيلي كل شي أنا كتبته بالبن وكل شي حطته بالهايلايت بقدر محيه. حد المحاية في الباكت تتعملي فيل، فيها تكون فيل للبيج كاملة أو لشيب أو أوبجكت أنا رسمته بقلب الفليب شارت. مثلا أنا هلأ بدي أحط لون باكراوند للبيج تبعي، نختار لون وبكبس على فيل، بقرب على البيج وبعمل فيل، وهيك بيصير عندي background. تحتون بقشع شيب، إذا كبست على شيب بين عندي كل الشيبس، مثلا أنا رح نقي سيركل رح أرسم، وكمان مثلا بدينا أعمل لاين، وبدي ارجع نقي ارو معينة ببين عندي مثل سكوير بالاصفر، وبتغير شكل الماوس هون. فإذا انا بدي اغير بشكل الشيب رفعها صغرها مثل ما بدي، كل شيب عنده خصوصيته، بعمل سيلكت لكل شيب انا وبشوف شو ببين عندي. كمان إذا كبست على الشيب ببين عندي منيو، تقدر أعمل روتيت، تقدر زيحه، تقدر يبين المنيو عندي. في عندي الشمس كرمال أعمل ترانسبيرنسي تبع هيدا الشيب، وفي عندي محل في الجروب، في حال عملت سيلكت لاثنين شيبس هون مطفية، بس أعمل سيلكت لاثنين شيبس بعمل كنترول بقرب على التاني وكليك، صار عندي select لتو shapes، بقرب وبعمل كليك جروب، ساعتها بيدمج لي اياهم بيصيروا مثل شيب واحد عم بيتحركوا سوا. انا رح اعمل ungroup ارجع فلتهم. كمان عندي البوزيشن انا بدي اياها forward، قربوا للشيب او رجعوا لورا. لاحظوا اذا جيت على هالارو وقربتها رح لاقيها هي جاية فوق السيركل، اذا بدي اياها ورا السيركل بقله send backward، فساعتها بحط لي اياها ورا، bring forward بحط لي اياها قدام. إذا بدي أعمل copy لهيدا الشيب بقرب على الايكون اللي هون في duplicate،
يعمل نسخة عنا. كمان في عندي increase object size تكبر حجم الشيب، وعكسها decrease object size. وآخر وحدة اللي هي added shape points بيرجع ببينه البوينتس بالأصفر اللي هن السمول سكوير صفر، بقدر أنا أتحكم فيهم بالشيب، بس هول depends عن الشيب اللي أنا اخترته. الشيب إذا بدي أغير له لونه فيني أغير لون الأوتلاين أو اللون inside the shape. مثلا الأوتلاين هون عندي إياه بالبلاك، يكفي أعمل كليك على الشيب وإجي نقي له لون معين، مثلا أنا رح نقي بلو. إذا بدي ألون inside the shape بنقي اللون اللي بدي إياه، مثلا أنا رح نقي البينك، وبيجي على الأيكون الفيل بكوس عليه وبقرب على الشيب من جوا وبقول له فيل. حتى الشيبس في عندي شيء اسمه كونكتر، إذا كبست عليها ببينوا عندي الأروز، والأروز أكيد هني كونكترز. مثلا نقيت أنا هيدا اللاين، بس نقي لاحظوا كيف ببين لي بوينتس على كل شيب. I want to connect a shape to another، مثلا to this one، بيجي بقرب على البوينتس وبصيروا connected بالكونكتر. وهون إذا كبست على هيدا الأرو I want to move them صاروا connected together. لكن الكونكتر هي it allows me to connect أو وصل اثنين shapes أو objects ببعضهم البعض. تحت icon الكونكتر في عندي icon text. هلأ أنا مثلا بدي اكتب بالpage 3 فقلت له move to next page، بس اكبس على T قرب الماوس بلاحظوا انه بيتغير شكلها، بتصير كورسر مع اي بي سي تقول لي انه انا اخترت فيتشر تكست. بعمل كليك بين عندي تايب هير، رح اكتب ويلكم تو اكتف انسباير، وبس اكتب حيبين كمان عندي منيو الخاص بالتكست من خلاله انا بقدر اغير نوع الخط، كبروا اعملوا تخين بالبولد ايتاليك مايل اندرلاين سطر تحته سوبر سكريبت من فوق سب سكريبت من تحت، غير الالوان وغير الالاينمنت والمسافه بين الاسطر الى اخره. مثلا انا بدي اغير كلمه ويلكم حطها بالاحمر، عملت سيلكت على ويلكم وجيت وين في هون السكوير البلاك كبست عليه ونقيته احمر. إذا بظهر بلاقي إنه صارت الويلكم بالأحمر. شو الفرق بين اللونين؟ أول لون بيقول لي text color، حدا بيقول لي background color. background color هو عبارة عن background اللي هو within this box. مثلا محل الأبيض أنا بدي غير لون، رح نقي يلو ولاحظوا كيف تغير background color. نفس الشيء إذا بدي alignment center بعمل highlight وبقول له center. إذا بدي بولد بختار البولد، إذا بدي مايل بختار الإيتاليك، إذا بدي سطر تحت بختار الأندرلاين، إذا بدي أكبر الخط السايز تبعه بيجي لهون وين في الفورتين نقي كبر الخط، وكمان إذا بدي أغير نوع الخط بيجي لهون وبنقي الخط اللي بدي. إذا حطيت أنتر وبدي يكون عندي بوليتس بجي للأيكون اللي هي البوليتس الموجودة هون، بكبس عليها بقلي شو هن شكل البوليتس، سيركل فيلد سيركل فيلد سكوير نمبرز لترز كابيتال لترز كلير بوليتس. إذا بدي ألغي البوليتس أنا رح قله حط لي إياهم فيلد سيركل، بدي أكتب مثلا 1 2 3، ولاحظوا كل ما حط أنتر هو منه لوحده بضيف لي بوليت. إذا ال1 بدي أكتب first one مع st، جيت كتبت st وبدي ألغي الإيتاليك لكلها، بعمل لها select بعمل كليك على الإيتاليك بلغيها، وبدي حرف الاس وحرف t يكونوا فوق بعمل لهم select وبيجي بقول له superscript subscript عكسها. إذا أنا بدي second بس الاندي تكون تحت بعمل لها select وبقول له subscript. إذا بدي المسافة بين سطر وسطر أكبر بعمل لهم select للأسطر وبيجي لهون وين في increase line spacing، بكبس عليها وكل ما كبست عليها بكون عم بزيد spacing بين اللاين والتاني. إذا بدي أعمل decrease نقي الأوبشن اللي حدها.
إذا بدي زيح هون بقول له increase indent، بدي ردون decrease indent. مثلا بدي زيح السكند، بجي بحط الكورسر قبل السكند وبقول له بدي فوت ليها لجوا increase indent بعد increase indent. وهيك فينا أعمل أنا multi level list. كمان إذا أنا كنت على البورد وبدي يبين الكيبورد تبعي، فيني أكبس على on screen keyboard إذا بدي أعمل select all بكبس هيدا الأوبشن. إذا أنا بدي أضيف symbols بجي على السيجما اللي هون وبكبس عليها وبنقي type of symbols arrows. مثلا لاحظوا الأروز، فيني نقي غير شي مثلا hands، وفيني نقي math، وهيك بكتب السيمبول البديل. خلصنا من التي. حد التي في عندي icon هي insert media from file. إذا كبست عليها فيني نقي video, audio, picture. بختار أنا مثلا بدي من على الديسكتوب، من res، بدي ضيف مثلا صورة، تنضاف هيدي الصورة. فينا عامل كليك عليها، صغرها، زيحة. بدي صفحة جديدة، عملت next، بدي ضيف فيديو، فينا روح على ميديا واختار فيديو واللي open. بضيف لي هيدا الفيديو، فيني زيحه أنا مطرح ما بدي، وفيني أنا وعم بعمل له بلاي في عندي كاميرا هون برمل آخد فريمز أو صور من هيدا الفيديو وحطهم كمان بالتشارت تبعي.